الشاملة للأقاليم الصحراوية. المجهود التنموي الذي حاولت الجزائر كبحه عبر حرب استنزاف وعصابات وعبر دبلوماسية البترودولار لم يتوقف طيلة أيام السنوات الثلاثين، وهو اليوم أي المجهود التنموي يتجه على عهد جلالة الملك محمد السادس نحو جعل أبناء هذه الأقاليم في معترك البناء المؤسساتي عبر خيار الحكم الذاتي ذي الصلاحيات الواسعة تحت السيادة المغربية. فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، كما جاء على لسان جلالة الملك محمد السادس الذي أصبح اليوم ضامنا لإشعاع واستمرارية دلالات وقيم المسيرة الخضراء، قيم السلام والنبل والشجاعة والوفاء بالعهود.